أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة معكم عبر شاشة أكسترا نيوز، حيث نخصص هذه التغطية عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند للمشاركة بالتأكيد في قمة مجموعة العشرين والتي تعقد في نيودلهي. إذن مشاهدينا، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين والتي ستعقد بمدينة نيودلهي. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة. من المقرر أن يركز الرئيس السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام والإفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ. أيضا سيؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه القمة على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، أيضا تمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند سيتضمن أيضا عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وذلك للتشاور مع القادة والمسؤولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تنضم إلينا من العاصمة الهندية نيودلهي موفدة أكسترا نيوز زميلة إنجي طاهر. برحب بك إنجي في هذه التغطية. ربما شهدنا منذ قليل وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند وأيضا إلى مقر إقامته، ما الجديد حتى اللحظة وأبرز المشاهدات؟ طبعا نسرين، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي هو العنوان العريض لليوم، لانه طبعا تم دعوته من قبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اثناء الزياره الاخيره التي زارها الى مصر كضيف شرف رئيسي في هذه القمه. طبعا بالاضافه الى ذلك، ان هناك تصريحات من السفير الهندي لدى القاهره بخصوص اهميه وترقب الهند لمشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كما ذكرت يعني سيتطرق الى عدد من الملفات وسيقوم بعدد من الاجتماعات الثنائية والمباحثات الثنائية مع الأطراف الحاضرة لاجتماعات قمة العشرين. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يفوت أي فرصة للحديث عن قضايا القارة الأفريقية وما تحتاجه القارة الأفريقية، وربما هذا يأتي بالتماشي مع الملفات التي تم إعلانها في الأجندة لهذه القمة التي ستناقش التنمية المستدامة وستناقش تدابير لنشر النمو الاقتصادي بشكل أكثر توازنا وبشكل أكثر يعني عدلا بين الدول المتقدمة والدول النامية. إلى جانب هذه النقاط، هناك نقاط طبعا ربما ستثير خلافا في هذه القمة، لأن طبعا هناك تباين في وجهات النظر بين أعضاء مجموعة العشرين من القادة، وربما أبرز هذه الملفات سيكون الحرب الروسية الأوكرانية التي بالفعل أثارت جدلا في القمة السابقة. يعني نحن نتحدث أن في مارس 2022 لم يتمكن وزراء خارجية المجموعة العشرين من التوصل إلى اتفاقات في اجتماعهم بسبب الخلافات العنيفة التي حدثت بسبب التطرق لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية. وحتى في قمة بالي 2022 في نوفمبر هيمنت المناقشات طبعا على أزمة تتعلق بسقوط صواريخ على الجانب البولندي من الحدود مع أوكرانيا. طبعا هذه
قضية ربما تثير بعض الخلافات. طبعا هناك قضايا أخرى قد تثير الخلافات، خاصة مع الصين، مع نشر الصين للخريطة الوطنية المعدلة الأخيرة منذ أيام، التي كانت تتضمن ولاية أروناتشال براديش وهضبة أكساي تشين، وهذه هي أراضي طبعا محل خلاف. تابعنا حتى في الساعات الماضية وفي الأيام الماضية كان هناك تواجد ومناورات عسكرية هندية على الحدود مع الصين في نطاق الأراضي المتنازع عليها. ربما نقطة مشابهة قد أثارت الخلاف في قمم سابقة كانت نقطة متعلقة بالخلاف حول إقليم كشمير، ووقتها طبعا الصين كذلك امتنعت عن الحضور. إذن هذه ستكون قمة مختلفة، ستكون قمة شائكة، خاصة وأنه هذه القمة تأتي نسرين بعد يعني أسبوعين تقريبا فقط من القمة التي أعلنت فيها البريكستوم 6 دول دفعة واحدة منذ 2024. هذه القمة تأتي ربما نقطة مناقشة بعض الإصلاحات الهيكلية في مؤسسات التمويل الدولية، والنقطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في التي سيعلنها في الجي 20 في الحقيقة، طبعا نتحدث عن غدا وبعد غد، المتعلقة ببعض التغييرات في شكل التعامل بين هذه المؤسسات التمويلية الدولية وبين الدول النامية، طبعا لتسهيل يعني التعاون مع الدول النامية، طبعا تقديرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي. نعم. هذه بشكل عام هي أبرز الملفات التي ستشهدها هذه القمة. يعني ربما تحدثتي عن نقطة مهمة وهي أهداف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالتأكيد إفريقيا ربما تكون من القارات التي سوف يعني يعنى بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار مصر بالتأكيد جزء من إفريقيا. وربما أيضا أوضح وزير الخارجية الهندي أن قمة 20 ستناقش منح عضوية لإفريقيا. يعني من وجهة نظرك، من خلال طبعا متابعاتك والمقترح مناقشته في هذه القمة، يعني أبرز الأهداف لتنمية القارة الإفريقية، وبالتأكيد أكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحمل الكثير من الأولويات والنقاط الهامة لتنمية أفريقيا. نسرين، يعني بالفعل أفريقيا حاضرة بقوة. يعني دعيني أذكر لك بعض النقاط التي تم إعلانها في أجندة الغد وبعد غد. طبعا على رأس هذه النقاط التي سيتم التباحث بشأنها كما ذكرتي مسألة منح العضوية للاتحاد الأفريقي في الجي 20 بداية من 2024. وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يأخذ على عاتقه الحديث باسم القارة الأفريقية والحديث عن قضايا القارة الأفريقية، وسيركز طبعا على احتياجات القارة الأفريقية في ظل الظروف الاقتصادية القاسية العالمية التي طبعا خلفتها الأحداث الجيوسياسية الأخيرة. طبعا سيكون من أهم النقاط التي سيتحدث عنها الرئيس السيسي ربما احتياجات القارة الأفريقية من حيث الاحتياجات التمويلية كذلك، والتعاون مع الدول العضوة في الجي 20. طبعا هذه نقطة سيتم التطرق إليها في جلسات الغد وبعد غد، ولكن الأجندة حتى الآن التي تم إعلانها تضم طبعا وصول طبعا عدد من الرؤساء، ونذكر من ذلك يعني بالمناسبة أن طبعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يكون حاضر، كذلك الرئيس الصيني تشي جين بينغ. كان هناك حتى حديث وترقب حول ما إذا كانت الصين ستبعث بمبعوث مثل ما بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرجي لافروف أم لا، طبعا بعد الأزمة الأخيرة المتعلقة بالخريطة الوطنية الصينية والأزمة يعني طبعا السياسية التي أثرتها مع الهند. سيكون هناك طبعا حديث حول كيفية استخدام آليات جديدة للتعاون وتحقيق يعني التوزيع العادل دعينا نقول للموارد بين الدول المتقدمة والدول النامية، وطبعا أفريقيا سيكون لها النصيب الأكبر من هذه المناقشات. طبعا غدا وبعد غد نسرين هناك يعني حالة من الترقب سواء الدولي أو المحلي لما سيتم مناقشته، و
هل ستسفر هذه القمة عن إجراءات حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع، أم أن الخلافات ستكون أقوى من ذلك؟ يعني هذا هو السؤال الذي يسأله الجميع يعني في حالة الترقب هذه لمخرجات اليومين القادمين. يمكن من أبرز أيضا القضايا التي يعني يعنى بها أو تعنى بها في هذه القمة أو أي قمة بشكل عام هو قضية تغير المناخ، وهي بالتأكيد قضية تؤرق العالم أجمع. بالتأكيد مصر كان لها دور كبير في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال طبعا يعني متابعتنا لكوب 27 والتوصيات التي خرجت من هذا طبعا المؤتمر الكبير الذي لاقى إشادات كبيرة دولية. يعني أيضا من ضمن هذه النقاط المهمة التي سوف يتم مناقشتها هو قضية تغير المناخ من خلال أروقة المجموعة هناك لديك طبعا في الهند. يعني أبرز الأصوات، ماذا تسمعين عن هذه القضية؟ قضية التغير المناخي ستكون حاضرة طبعا في سياق الحديث عن التنمية المستدامة التي أعلن عنها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن على وجه الخصوص أكد أن هذه القضية ستكون حاضرة في محادثاته سواء الثنائية أم في مشاركته في الاجتماعات الجماعية للجي 20. هذه القضية في الحقيقة مصر أيضا ستكون فاعل قوي في مناقشة هذا الملف، طبعا نظرا للتنظيم الناجح لكوب 27 والأصداء التي حدثت ما بعد كوب 27، لأن يعني يجب أن نلفت الانتباه إلى أنه كان هناك تقرير أخير من وكالة بلومبرغ يتحدث عن 107 مليار دولار استثمارات تأسيسية تأتي لمصر، استثمارات أجنبية في مجال الهيدروجين الأخضر تحديدا. والهيدروجين الأخضر عندما بدأ تقديمه من قبل مصر وفرص الاستثمار في هذا القطاع تحديدا في مصر بدأت في كوب 27، وكان هذا هو العنوان العريض لكوب 27 وتنظيم مصر لكوب 27 الناجح. إذن هذه الاستثمارات هي ترجمة حقيقية على أرض الواقع لما تم مناقشته في كوب 27 وما تم تأسيسه في كوب 27. بالتأكيد سيتم التطرق بشكل أو بآخر أثناء سواء المحادثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء أثناء مناقشة هذا الملف بشكل أو بآخر في الاجتماعات الجماعية لهذا الملف وللفرص الاستثمارية الموجودة في مصر في هذا الملف. مصر قدمت نموذجا واضحا للنجاح في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، الطاقة الصديقة للبيئة بشكل أو بآخر، والرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يأخذ على عاتقه كذلك أثناء المشاركة في أي محفل دولي أن يحرص أن يقابل بشكل شخصي كل المسؤولين المعنيين بالاستثمار وبالاقتصاد ويعرض ويؤكد على أهمية الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر، أهم القطاعات التي تجذب المستثمرين. وفي الحقيقة هذه الخطوة تحديدا من قبل الرئيس السيسي يتم تلقفها بشكل متميز جدا لدى المستثمرين، لأنهم يعتبرون أن رئيس الدولة بنفسه حريص ويؤكد الحرص على جذب استثماراتهم إلى دولته وعرض الفرص الاستثمارية أمامهم، هذا يشجعهم ويعطيهم فرصة ويعطيهم أيضا رسالة طمأنة لأن هناك رغبة جدية من قبل هذه الدولة أعني مصر في جذب هذه الاستثمارات وحسن إدارتها وتسهيل كل الخطوات أمام المستثمرين. ربما هذا يترجم في التقرير الأخير الذي يتحدث عن 107 مليار دولار استثمارات تأسيسية في عدة مجالات طبعا على رأسها الهيدروجين الأخضر. طبعا سنترقب اليومين القادمين ماذا سيتم في هذا الملف، ولكن بالتأكيد ملف الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة والتغيرات المناخية سيكون حاضر بقوة حتى لو لم يكن حاضر بشكل رسمي على أجندة الجي 20. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا طبعا زميلتنا موفدة أكسترا نيوز الزميلة إنجي طاهر على هذه المتابعة، وبالتأكيد هنتابع معاكي خلال اليوم وخلال طبعا قمة مجموعة 20 كل التطورات. شكرا لك.
مشاهدينا، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل 25 مليارا و600 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 21 مليار و100 مليون دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات ونصف دولار. أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتابعة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجارية بين مصر ودول المجموعة لتصل إلى 88 مليارا و100 مليون دولار خلال عام 2022. المزيد في العرض التالي. يواصل القادة المشاركون في قمة مجموعة العشرين التوافد على العاصمة الهندية نيو دلهي التي تستضيف القمة غدا السبت وبعد غد الأحد بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات. هذا وتناقش القمة هذا العام موضوع التنمية المستدامة فضلا عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية. لمزيد من متابعة مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. برحب بك أستاذ طارق. تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. بداية دلالة هذه الزيارة إلى طبعا مجموعة العشرين المقامة في الهند وزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني دلالة لا تخطئها العين عندما تحضر مصر الرئيس السيسي كضيف شرف رئيسي في أعمال القمة العشرين بدعوة من نيرندا مودي رئيس وزراء الهند، تقديرا لدور مصر. أن مصر ليست فقط هذه الدولة القوية المركزية المهمة التي تحتل ذلك الموقع ولها ذلك الثقل السياسي والحضاري والتاريخي وركيزة الاستقرار، وإنما هي يعني هي قائدة ورائدة ومفتاح للقارة الإفريقية ولأكثر من بعد، سواء كان البعد الإفريقي البعد العربي المتوسطي أكثر من بعد. أتصور أن رسالة الرئيس السيسي ستكون واضحة، ضرورة يعني تسيير اندماج الدول النامية في ذلك الاقتصاد العالمي بأن التنمية تكون لجميع الأطراف، الأطراف المتقدم منها والمتخلف، العالم الأول والعالم الثالث النامي، لابد من أن تكون هذه التنمية لجميع الأطراف وتمكين الدول الفقيرة من اعتمادها على صيغ الطاقة الجديدة والمتجددة وتيسير يعني تعاملاتها لإقالة عثراتها، لأن هذا ليس من مصلحة أحد، ليس من مصلحتها ومصلحة شعوبها، وأيضا ليس من مصلحة العالم القوي المتقدم.
ربما يعني بالفعل فكرة التنمية المستدامة، ودائما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يكون يعني مهتم بشكل كبير بفكرة التنمية في القارة الإفريقية، ربما شاهدنا ذلك من خلال عدد من المشروعات المتبادلة في ما بين مصر ودول أخرى. ما الذي ممكن أن تستفيده القارة الإفريقية ومصر تحديدا من طبعا مناقشات مجموعة الـ20 بالتأكيد اللي تحمل الطابع الاقتصادي والتبادل التجاري بين هذه الدول؟ جميل، يعني هذه الصيغة وذلك المحفل المهم أسس أساسا كان الغرض والفلسفة منه هو تقريب هذه الفجوة ما بين العالم المتقدم أو العالم النامي. يعني إقالة عثرات الدول الفقيرة ومساعدتها في أمورها ومشاريعها النهضوية التنموية. وتصور أن هذا العصر وهذا الضرب من هذه المشكلات التي تجابه الاقتصاد والغذاء والطاقة بيتعين على العالم المتقدم أن يعني يقوم بتنفيذ التعهدات التي أخذها على نفسه. وأتصور أن الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة وفي أكثر من محفل يؤكد على هذا. وأنا في تقديري الشخصي وتصوري أن يعني الاحتباس ليس احتباسا حراريا، وإنما احتباس هذه العهود والمواثيق. الدول الغنية أخذت على نفسها عهودا ومواثيق بمنح ومساعدات ويعني تقديم العون وكل أشكال وصيغ المساعدة للدول الفقيرة. وهذا التزام يعني ليس فقط أخلاقي، وإنما التزام قانوني وقيمي، لأنه يعني ليس فقط يعني أن ارتفاع منسوب المحيطات، لا، هو منسوب محيطات جشع العالم الأول أغرق العالم الثالث والعالم النامي، أغرقه بالديون والكربون. هذا الإغراق بالديون والكربون سببت كل تلك العثرات والمشكلات. ولكن في النهاية الرئيس السيسي في كل محفل وفي كل مناسبة يؤكد على ضرورة يعني ذلك الدعم وتقديم ذلك وتلك المساندة، وضرورة اندماج الدول الفقيرة والنامية والمتعثرة في الاقتصاد العالمي، وأن التنمية لجميع الأطراف، وأن العالم الأول يحتاج العالم الثالث، لأنه ليس فقط أنه مستهلك، وإنما لأنه النشاط الاقتصادي، فلسفة الاقتصادي بتقتضي أنه كل الحلقات القوية والضعيفة والأضعف كلها حلقات مهمة لاستمرار النشاط الاقتصادي. وهنا تجدر بقى الإشارة، وأداء أحب أشير إليه في هذه المداخلة، إلى يعني قدرة ومكنة الدبلوماسية الرئاسية في هذه الطفرة، بل هذه الثورة الدبلوماسية التي نقلت علاقة الدولة المصرية، مؤسسات الدولة المصرية، من الضيق والمحدودية في علاقات استراتيجية مقصورة فقط ومحصورة مع أمريكا وأوروبا، إلى ذلك الاتساع وتلك الرحابة مع الكل شرقا وغربا. يعني من قريب كنا نتحدث عن زيارة وزير الخارجية الياباني وهذه العلاقات الاستراتيجية مع اليابان، اليوم نتحدث عن هذه زيارة يعني الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الهندي مودي في قمة الـ20، وأيضا علاقات استراتيجية مع اليابان، يعني علاقات استراتيجية مع الهند، إذا العلاقات الاستراتيجية مع اليابان مع الهند مع الصين مع روسيا. إذا مصر انتقلت من الانزواء والسكون إلى هذه الانطلاقة وهذه النظرة الكلية الراغبة للعمل مع الكل، التشابك والالتحام مع الجميع، وأنه يعني انتهت فلسفة الهدوء والجمود، ولكن هذه الجمهورية الجديدة بتقفز وتتخطى. يعني في المثل العامي امشي سنة ولا تخطي أنا، ده كان قديما في الفلسفة القديمة، ولكن هذه الدبلوماسية الرئاسية الجديدة تخطي مش أنا، تخطي كل القنوات، تحفز على كل القنوات وتمخر يعني عباب بحار العلائق الدولية، كل محيطات الشراكات الاستراتيجية البعيدة. يعني بنتكلم عن الهند، بنتكلم تواجد مصر كضيف رئيسي في أعمال قمة الـ20، بنتكلم عن علاقات استراتيجية مع اليابان مع الصين مع روسيا الاتحادية، مع موقف متزن ومعتدل مع كافة العالم، مع هذه المصالحة التي أجرتها يعني تركيا وقطر مع مصر. إذا مصر منفتحة مروحة العلاقات الخارجية المصرية، يعني تواجه بجسارة وشجاعة كل هذه المشكلات وكل تلك التحديات
العالمية وكل صخور العقبات والمشكلات الطارئة زي كورونا زي أوكرانيا، ومصر دائما فلسفتها ودبلوماسيتها في هذه الجمهورية الجديدة والتشبث بالسلام وقتال الإرهاب. هذا التشبث وذلك القتال ودحر الإرهاب من أجل الحياة، من أجل يعني مصر عندما تحارب إما دفاعا عن النفس حقا للحق، وإما مجابهة للإرهاب والتطرف ورغبة في الحياة والتصدي لكل الوحوش التي تريد أن تنهش الدولة، الدول التي تنهش الدول يعني. نعم. ربما يعني على ذكر فلسفة ودبلوماسية الدولة المصرية، يعني بالتأكيد مصر لها دور فاعل ليس فقط في القضايا التي تخص مصر بشكل خاص والقارة الإفريقية، ولكن أيضا قضايا يعني عالمية مثل بالتأكيد يعني تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها والمناخ وغيرها من القضايا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أو أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. مشاهدينا الكرام، أكدت الهند أن إعلان قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي جاهز تقريبا، وأوضح وزير الخارجية الهندي أن قمة العشرين ستناقش منح عضوية لإفريقيا بالمجموعة، مشيرا إلى تلقي إشارات إيجابية تجاه هذا المقترح. أوضح أن هناك جهودا قوية داخل مجموعة العشرين للتوافق بشأن القضايا المطروحة على قمة نيودلهي. هذا وتعقد القمة 18 لمجموعة العشرين G20 في العاصمة الهندية نيودلهي بحضور قادة ومندوبين من 40 دولة حول العالم في مرحلة صعبة تمر بها الساحة الدولية. المزيد في العرض التالي والزميل لؤي أبر. أهلا بكم. تحت موضوع وشعار أرض واحدة عائلة واحدة مستقبل واحد، تعقد القمة 18 لمجموعة العشرين G20 في العاصمة الهندية نيودلهي بحضور قادة ومندوبين من 40 دولة حول العالم في مرحلة يصفها الخبراء بالأصعب على الساحة الدولية وذات المنعطف الخطير. مجموعة العشرين التي تعد المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي تلعب دورا هاما في تشكيل وتعزيز البنية العالمية والحوكمة في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، حيث يمثل أعضاؤها نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75% من التجارة العالمية. إلا أن هذه القمة تعقد في ظروف دولية في غاية التعقيد تزيد من حدة الانقسام في الرأي وفقا للخبراء. السلطات الهندية المستضيفة للقمة تسعى لتعزيز أجندتها التي تركز بشكل كبير على احتياجات البلدان النامية والتوصل إلى حل بشأن تغير المناخ وديون البلدان الضعيفة والقواعد المتعلقة بالعملات المشفرة وإصلاحات البنوك المتعددة الأطراف وغيرها من القضايا التي تتجنب التركيز على الأزمة الروسية الأوكرانية. تداعيات اختلاف وجهات النظر لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تعرضت القمة لمزيد من التقويض عندما أعلنت السلطات الصينية عدم حضور الرئيس شي جين بينغ، موضحة أنه سيرسل رئيس الوزراء نيابة عنه، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعراب عن خيبة أمله لغياب نظيره الصيني. من جانبه أوضح الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقش مع نظرائه في نيودلهي مخاطر تقسيم العالم، وتحديدا تلك المرتبطة بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، فضلا عن مناقشة مكافحة الفقر والحفاظ على المناخ والأمن الغذائي والتنظيم الرقمي. رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول قال بدوره إنه سيطلع قادة العالم في القمة على ضرورة تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، مضيفا أنه يعتزم حث المجتمع الدولي على الرد بحزم على الاستفزازات الصاروخية والتهديدات النووية المتصاعدة من جانب بيونغ يانغ، والعمل بشكل وثيق على نزع أسلحتها النووية. وفي ظل اختلاف وجهات النظر بين دول المجموعة المشاركة حول عدد كبير من القضايا، يرجح بعض الخبراء والمحللين عدم وصول القمة لاتفاق نهائي موحد، موضحين أن تلك القمة تحديدا ستكشف حدود التعاون بين الغرب وبقية دول العالم. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا حول بعض القضايا التي سيتناولها جدول أعمال قمة العشرين في نيودلهي وأبرز التحديات التي تواجه تلك القمة. شكرا على طيب المتابعة.
ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور وفاء علي أستاذة الاقتصاد. برحب بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك أستاذة نسرين وبشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك. ربما من أبرز أهداف هذه القمة هو التعاون والتبادل الاقتصادي، أهمية هذه الزيارة وما الذي ننتظره منها اقتصاديا؟ من المعروف أن مجموعة العشرين تعتبر نفسها مجلس إدارة العالم، بمعنى أن هذه المجموعة بتجتمع في محاولة منها لضبط زوايا العالم الاقتصادية واستعدال البوصلة الاقتصادية المفقودة. طبعا هذه المرة بيلتقي أثرياء العالم في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي لم يكن في حسبان جميع الزعماء أن يستسلم الجميع لطول أمد الحرب الطويل وزيادة الاستثمارات الدفاعية بهذا الشكل المبالغ. ويظل السؤال الذي نطرحه دائما، هل يصلح الاقتصاد ما أفسدته السياسة؟ تحاول قمة العشرين هذه المرة الإجابة عن هذا السؤال، ولكن هذه القمة يا أستاذة نسرين قمة كاشفة، لأن أمامها مجموعة من المخالفات والانقسامات في الرأي، أولا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وده ممكن يخرب القمة عن مسارها الطبيعي بالنسبة للمشاكل الموجودة. إن أمامها الحقيقة على صعيد القضايا الكلية العالمية، قضايا الأمن الغذائي وأزمة الديون والتغير المناخي، اللي الأمين العام للأمم المتحدة الحقيقة قال إن ده عصر يعني الانهيار المناخي قد بدأ. الحقيقة مجموعة العشرين يمكن تستطيع أن تعطي قبلة الحياة للاقتصادات العالمية، ولكن هم لازم نشوف إن إحنا في الاجتماع السابق خرج البيان الختامي في اجتماعهم المرة السابقة الحقيقة، وهو حاصل على ما يسمى أغلبية وليس إجماع، فنرجو أن يخرج المخرجات هذا المؤتمر أو بيانهم الختامي بإجماع الدول على إيجاد توازن في الاقتصاد العالمي، خصوصا الاقتصادات الناشئة وضمان العدالة في ملف المالي، لأن الحقيقة كان رئيس وزراء الهند وعد بمسألة الحوكمة المالية ووعد بإصلاح المؤسسات الدولية، والرئيس الأمريكي أيضا يعني كان له تصريحات بالنسبة لحضوره مجموعة العشرين أنه هيطالب بإصلاح النظام المالي العالمي سواء للبنك الدولي أو النقد الدولي وإعادة هيكلة الديون بالنسبة للدول التي تحملت كثيرا، وننتظر ولعل فعلا تتم عملية الحوكمة. الأمر الآخر أن الحقيقة الاقتصاد العالمي في حالة من الهشاشة، ويحتاج من مجموعة العشرين إلى آلية هامة جدا، وهو لم شتات العالم والبحث فعلا عن البوصلة الحقيقية المفقودة. العالم في حالة يحتاج إلى الترميم، يحتاج إلى لم الشتات وضبط الزوايا زي ما قلت في بداية حديثي. طيب خلينا نتكلم تحديدا دكتور وفاء عن الدول النامية، وبالتحديد أكثر عن الدول الإفريقية، يعني هذه الدول التي تتحمل أعباء وأخطاء الدول المتقدمة على الصعيد بالتأكيد المناخي، يعني تداعيات المناخ بتؤثر بشكل كبير على اقتصادات كثيرة إفريقية. ما الذي ننتظره من هذه القمة؟ يعني هل نخرج بتوصيات، عدم التوصيات التي تلزم الدول الكبرى للمساهمة في إعادة ترميم الاقتصادات في الدول النامية؟ طبعا من النقاط المضيئة هو حضور القيادة المصرية السياسية لهذا الاجتماع، وكلنا نعلم أن السيد الرئيس يحمل معه هموم القارة الأفريقية في كل المحافل الدولية، والقارة الأفريقية القارة الغنية التي تواجه التحديات ضرة القارات التي تحتاج إلى استثمارات حقيقية للطاقة المتجددة تحديدا، ولا نريد ما يسمى بالمستعمرين الجدد، احنا نريد تمويلات، نريد استثمارات داخل القارة الأفريقية، ونأمل من مجموعة العشرين خصوصا بعد أولا التحاق الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين هو حق مشروع للاتحاد الأفريقي، لأنه لا يقل قيمة عن الاتحاد الأوروبي، فأصبح هناك ثقة للقارة الأفريقية بدخول الاتحاد الأفريقي داخل مجموعة العشرين، وهيعطي ديناميكية في الحركة للاقتصادات الأفريقية. الأمر الثاني أن طبعا حضور السيد الرئيس وهو بيعرض في كل محفل دولي هموم القارة زي ما قلنا، وما تحتاجه القارة الأفريقية في تفعيل أجندتها للتنمية المستدامة 2063، اللي بتحتاج الحقيقة إلى إنشاء بنيات تحتية قوية
فليس من المعقول أن تكون قارة مملوءة بهذه الموارد الغنية ويعاني شعوبها من الجوع والتصحر في بعض المناطق، وهي أيضا لديها خلافات واسعة. أيضا تستطيع مجموعة العشرين أن يكون لها دور في حل الخلافات الموجودة داخل القارة الأفريقية أو الصراعات الحقيقة اللي بيكون لها أسباب غير معلنة. الأمر الثاني أن الحقيقة أن وجود السيد الرئيس وأيضا وجود مجموعة بريكس يعني أو مجموعة العشرين تجتمع وأيضا بعد مجموعة البريكس ده بيدينا آليات جديدة، لأن الحقيقة في دول في مجموعة العشرين هي في دول البريكس، فده بيؤدي بينا إلى أن احنا في استمرار لمجموعة العشرين في أداء دورها كمنتدى متعدد الأطراف للتعاون الاقتصادي والمالي والدولي، ويضم أيضا الأسواق الناشئة زي ما ساتك تفضلتي والدول النامية، ولذلك هيكون في يعني إعلاء لصوت الدول النامية والناشئة وخصوصا جنوب القارة الأفريقية. الأمر الثاني أن دمج مجموعة بريكس من خلال مجموعة العشرين مع وجود الاتحاد الأفريقي نستطيع به أن احنا نخرج بأجندة فاعلة لإنقاذ العالم اللي الحقيقة اللي بيقع على هو الشقاق والهوية، ونعطي أمل في السنوات القادمة للعالم. يمكن ده كان سؤالي لحضرتك دكتور وفاء، يعني ما القيمة المضافة التي سوف تضاف يعني إن تم بالفعل منح عضوية لإفريقيا في مجموعة قمة العشرين؟ ماذا سيعود على الدول الإفريقية اقتصاديا؟ القارة الأفريقية بمواردها الكبيرة والاتحاد الأفريقي بثقله أيضا الموجود بانضمامه إلى مجموعة العشرين وأيضا تداخل بريكس داخل مجموعة العشرين هيعطي القارة الأفريقية مساحة كبيرة إنها تستعيد الحياة حقها في التنمية المستدامة، بمعنى زي ما قلت لحضرتك هي من حقها أن تحصل على تمويلات ميسرة، أن تحصل على استثمارات تدخل إلى القارة الأفريقية من أجل التنمية الحقيقية، تحتاج إلى الطاقة المتجددة أن تدخل إليها، خصوصا أن العالم الحقيقة على ظلال الحرب الروسية الأوكرانية احنا نرى ضحى بقضية التغيرات المناخية في سبيل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وليذهب الجميع إلى الجحيم، واحنا شايفين حوالينا تداعيات التغير المناخي قاتلة، شعوب بتعاني وكل يوم الفيضانات والأمطار وأفريقيا وما تعاني منه ودول شرق آسيا، ومع ذلك هناك يعني عدم التفات إلى ما يحدث في العالم. القارة الأفريقية تستطيع أيضا بالشراكات الموجودة من خلال مجموعة العشرين أن تضع خطة جديدة للتوسع والتصنيع، خصوصا أن احنا الحقيقة عندنا فرصة ذهبية بوجود السيد الرئيس، ثانيا أن مصر هي البوابة الذهبية لعبور القارة الأفريقية، وعندنا اتفاقيات تجارة كثيرة جدا من خلال الشراكات الموجودة. تكتل القارة الأفريقية ووجود داخل مجموعة العشرين أولا هيعطي فرصة لوضع خريطة جديدة للاستثمارات داخل أفريقيا، هيعطي أفريقيا فرصة لإعادة تجديد بنيتها التحتية والمناطق التي لا يصلها إلى الآن، في هناك مواطنين أفارقة ليس لديهم إنارة، ليس لديهم مياه، يعني هنقدر من خلال هذا التكتل أن تدخل الاستثمارات إلى قلب القارة الأفريقية لتضع ديناميكية جديدة لهذه القارة التي ظلمت كثيرا. فالقارة الحقيقة دفعت الثمن مرتين يا أستاذ نسرين، فترة استعمارها لمدة طويلة والظلم الآخر اعتبارها أنها من المسؤولين عن التغيرات المناخية، مع أنها ليست الحقيقة مسؤولة عن التغيرات المناخية، هي ضحية بالدرجة الأولى أكيد دكتور. فلا نريد أن تدفع الثمن مرتين. فآلية الاتحاد الأفريقي داخل مجموعة العشرين هو حق مشروع للاتحاد الأفريقي، ويعطي زخم لأجندة التنمية المستدامة 2063، ووجود القيادة المصرية التي لديها توازنات عالمية بإدارة الحقيقة رشيدة للسيد رئيس وأداء مؤسسي مبتكر حافظت به مصر على مكانتها سواء داخل أي تكتل أو في علاقتها مع الدول الموجودة. نتمنى في المرحلة القادمة أن تجد مجموعة العشرين حلول، وأن يكون التركيز على
الناس الأشد احتياجا. يعني طيب دي يمكن برضو يا دكتور وفاء يعني دي من النقاط المهمة، يمكن التقدم اللي بيشيد به العالم يعني من خلال طبعا جهود اللي بيبذلها البنك الدولي وبنوك التنمية في التوسع في إجراءات الإقراض للدول اللانامية، من وجهة نظر حضرتك ومن خبرتك ألا يعني يزيد من أعباء هذه الدول هذه القروض؟ دي نمرة واحد. طيب نمرة اثنين، هل إحنا محتاجين قروض أو دول النامية؟ هل هذا هو الحل السحري أن توفر مجموعة العشرين أو الدول حتى المتقدمة القروض للدول الأقل يعني الأكثر فقرا أو النامية، أم أن هناك إجراءات أخرى بتكون حل سحري أكثر للإسراع في عملية التنمية في هذه الدول النامية؟ أكيد احنا لا ننسى يا أستاذ نسرين أن مجموعة العشرين وعدت في اجتماعها الأخير بالحوكمة المالية، وهي مفاصل الاقتصاد العالمي تتداعى، وكل الأحلام لم تتحقق ولو بطرف إبرة. بمعنى أن احنا لا نحتاج إلى قروض، لا نحتاج إلى مساعدات داخل القارة الأفريقية، نحن نحتاج إلى استثمارات ومشاركات حقيقية. احنا عايزين شراكات تدخل القارة الأفريقية لعمل ملفات سواء للبنية سواء بالنسبة للطاقة. لا نريد مساعدات ولا قروض. كفانا أعباء القارة الأفريقية والدول النامية والدول الناشئة لديها حالة من الألم الاقتصادي بسبب الإكراه الاقتصادي الذي تعرضت له في المرحلة الأخيرة بسبب سياسات التشديد النقدي، ونجد أن من فرضوا علينا يعني سياسة التشديد النقدي القابعين خلف المحيط خرجوا بسلام بدون ألم، والدول النامية والناشئة والقارة الأفريقية تعاني إلى الآن من السياسة التشديدية. مشكورك، شكرا جزيلا، شكرا لك دكتور وفاء علي أستاذ الاقتصاد على وجودك معنا. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه التغطية، كنت معكم فيها نسرين فؤاد، إلى اللقاء.